أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي نلتقي فيها بالدكتور كمال عبد العزيز، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية المزمع انعقاده بمبادرة من هيئة محامي دارفور. دكتور كمال عبد العزيز هو مسؤول الشؤون الإنسانية بحركة تحرير السودان اللي وافقت إنها تكون جزء من هذا المؤتمر، و كمال عضو في اللجنة التحضيرية. أهلا ومرحبا بك كمال عبد العزيز في راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق مصطفى زكريا ولكل مستمعي راديو دبنجا. دكتور، في البداية دواعي انعقاد هذا المؤتمر، مؤتمر القضايا الإنسانية اللي مزمع انعقاده في الفترة الجاية، والغرض منه إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في دارفور. دواعي المؤتمر شنو؟ زي ما ذكرت، فكرة المؤتمر جاءت من هيئة محامي دارفور، ومن ثم توسعت لتشمل الشركاء من منظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة ذات السلاح. دواعي المؤتمر في مجاعة حاصل في إقليم دارفور. تعرف إنه إقليم دارفور كانت تعيش أوضاع مأساوية قبل 15 أبريل، وبعد 15 أبريل زادت أعباء الإنسانية في الإقليم مضاعفة، وكأنما يمكن لنا القول إنه الوضع في الإقليم شبه ماشي لإبادة جديدة، يعني إبادة 2003. حاليا الدارفور منقطع منه كل المساعدات والمعونات الإنسانية. أنت عارف كل الولايات حاليا تحت سيطرة الدعم السريع، إلى جانب منطقة جبل مرة اللي هو تقدر عدد ساكنيه ما يقارب 2 مليون نسمة. المنطقة ده يعني مأهولة بسكان، لأنهم يعني نزحوا من الولايات المختلفة، سواء كان من الجنينة أو من وسط دارفور اللي هو زالينجي ومناطق مورني، إلى جانب نيالة والفاشر وكذلك الدعيل. كل الناس دين نزهوا لأراضي تحت سيطرة حركة تحرير السودان في جبل مرة. الولايات كلها تحولت لمعسكرات، إلى جانب 174 مؤسكر. تخيل يعني ولايات إلى جانب 154 مؤسكر بدون ما يكون فيه مأوى لهم، بدون ما يكون لهم أكل، بدون ما يكون لهم هيلث كير أو الجانب الصحي. لذلك دواعي هذه المؤتمر موضوعية، والعالم بيقول إنه في فجوة غذائية، ولكن نحن بحسب الأدلة والبراهين على الأرض نؤكد للعالم إنه في مجاعة ماشي تحصل في دارفور، كارثة إنسانية بمعنى الكلمة، ودايرين نلفت النظر للعالم في هذه المجاعة الحاصل في الإقليم. دكتور كمال، طالعتنا بيانات متعددة من المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، كذلك تحدثت المنظمات الدولية المعنية بالجانب الإنساني، تحدثت عن خطر الأوضاع في السودان عموما وخصوصا في دارفور، وكل هذه الجهات تشير إلى أن هناك مجاعة بدت بالفعل. المجاعة في حد ذاتها هي نقص أو عدم إيصال المواد الغذائية، ولكن الناس تحدثت عن انتشار لأمراض سوء التغذية بصورة واضحة وكبيرة في أوساط الأطفال وكبار السن والمرضعات. أنا عايزك تتكلم أكثر وتسلط لنا الضوء على حقيقة الحاصل في الأرض شنو الآن فيما يخص انتشار سوء التغذية، الوفيات بدأت تظهر، هل لديكم إحصائيات محددة؟ ما هو الوضع داخل معسكرات النازحين واللاجئين اللي هاجروا لها سكان المدن بحثاً عن الأمان؟ ما هي الأوضاع في المناطق اللي معزولة تماماً على العالم كوسط دارفور وجنوب دارفور، وحتى الأوضاع داخل المناطق التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان؟ انت عارف قبل 15 ابريل يعني المعسكرات يعني كانت لهم نقص بالذات في الجانب الصحي والمأكل،
والمشرق. ولكن يعني نضرب لك مثل نيالة كلمة، يعني بعد 15 أبريل كل الناس اللي كانوا في الولاية داخل الولاية في نيالة نزهوا وجوا في معسكر كلمة، حالة اكتزاز حصل في المعسكر لدرجة ما طبيعي. وعليه يعني الوضع في المعسكر بقي أعباءه مضاعف من ناحية صحية، من ناحية بتاعت أكل، من ناحية بتاعت الشرب أو مياه صحية للشرب. منطقة جبل مرة يعني كان الحركة بتستضيف نازحين يعني جراء من فترة بتاعت 2003، وكان في ناس معسكرات موجودة، ولكن في 15 أبريل كل الناس اللي جوا من الولايات زادوا أعباء، والحركة حاول أنه يستنفر كل الإمكانيات الموجودة لدى الناس في جبل مرة. ولكن مع مرور الزمن واستمرار الحرب الناس ما استطاعت أنها تسمو. حاليا في سوء تغذية، في يعني أمراض، في إسحالات مائية بكميات كبيرة، سواء كان في معسكر كلمة أو في جبل مرة أو في مناطق مورني وزالينجي، حالة مأساوية. وده أكد عليه منظمات بالتقارير، أبدى عليه كونسيرن يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أتباب الحدود، وكذلك منظمات أخرى. يعني معسكر زمزم فور إكزامبل يعني بيقول كل ساعتين بيموت طفل، يعني وكذلك المعسكرات الأخرى. لذلك أستاذ الصادق الحالة مأساوية والحالة سيء للقاية. المجتمع الدولي بيقول إنه في فجوة، ونحن بنقول إنه ده مجاعة، لأنه الإنسان بيموت لأنه ما عنده يأكل، الإنسان بيموت لأنه ما عنده يعني جانب صحي إنه يحميه. النساء الحمل، اتخيل في وسط جبل مرة تدعوز تنقل امرأة هي يعني عاوز تولد، وما في بالمناسبة يعني مصحات، ما في مستشفيات، ما في دكاترة، في لقص بتاعت المعدات والأدوية، كل ده وغيره. هي نحن بنسميه مجاعة، وكمان إبادة جديدة الليلة لما تكون أنت محاصر من كل الاتجاهات، سواء كان الولايات أو المعسكرات أو جبل مرة فوق، إنك تدخل أكل للناس، إنك تدخل يعني أدوات أو أدوية للناس، ده تأكيد على إنه في إبادة محتمة جاي. إلى جانب فصل الخريف، أنت عارف كويس إنه حتى الآن يعني الناس ما زرعت حتى تكون عندها الأمل، وإن ما عندها القدرة إنها تزرع لأنه أصلا الوضع الأمني ما مساعد. تحديدا جبل مرة ممكن يكون الوضع من ناحية أمنية ما في مشكلة، لكن من ناحية غذاء ودواء وشيلترز إنه الناس تكون حامية نفسها، ده التحدي الحقيقي اللي ممكن أباه زيادة على الحركة وعلى إمكانياته الدعيلة. وكذلك في الولايات اللي بتسيطر عليه الدعم السريع، الناس في حالة حلع وخوف، ما عندهم القدرة على إنه يقدروا يتحركوا من ناحية اقتصادية. وكذلك المعسكرات أوضاع مأساوية، وعليه أن إحنا دايرين من خلال المؤتمر نلفت النظر للمجتمع الدولي، نأكد ليه بأنه عودا للمؤتمر، ما هي المرحلة التي وصلتها في الإعداد للمؤتمر، وما هي الجهات المعمول أنها تشارك في هذا المؤتمر؟ حاليا نحن اللجنة الإعدادية للمؤتمر أخذ خطوات كبيرة، نظمت نفسها في دعوات لجهات سودانية عديدة، منهم ردوا على الدعوات اللي تقدم لهم، منهم لم يردوا، ولكن قطعنا شوط كبير جدا في فيما يتعلق بالترتيبات حول المؤتمر. الجهات اللي احنا عاوزين ندعوها طبعا منظمات، وكذلك الناس اللي عندهم يعني استعداد انه يساعدوا المستضعفين اللي هم في وسط المجاعة، سواء كان دول أو منظمات إقليمية أو دولية. أن إحنا بنسعى وترتيباتنا ماشية، وأكيد أن إحنا هنعلن في القريب العاجل
الزمان المؤتمر. غالبا حسمنا في اجتماع يوم البارحة موضوع بتاع مكان الانعقاد بيكون في القاهرة، وده محتاج برضو ترتيبات سواء كان مع الحكومة أو الجهات في الدولة هنا لتسهيلات حول انعقاد المؤتمر. دكتور كمال، مشاركة الأطراف المتحاربة في السودان في المؤتمر تكاد تكون ضرورية، فهل توصلتم لأي موافقات من قبل الجيش السوداني والدعم السريع للمشاركة في هذا المؤتمر؟ أولا في أطراف أساسية يعني أبدت استعدادها ورغبتها، وبل هم جزء من الترتيبات الماشية حول انعقاد المؤتمر، وكذلك البيان اللي يعني احنا قرأناه قبل أيام للدعم السريع حول استعداده للعون في إدخال المعونات الإنسانية، وهو بيسيطر على مناطق كبيرة جدا في إقليم دارفور. كذلك الحكومة يعني هتتقدم له دعوة رسمية في أنه يكون جزء من هذه المؤتمر، وكذلك أطراف أخرى يعني حركات مسلحة، منظمات مجتمع مدني، لأنه أهداف المؤتمر وقايات المؤتمر بيشملنا نحن جميعا، لأنه الإبادة المحتمة والإبادة الجديدة التي نسميها والمجال الماشي تحصل للأهل، كل الأطراف ده مسؤولة عنها، وعليه المسألة محتاج لتعاون، محتاج لعمل مشترك، محتاج للناس تتعامل بعقل مفتوح من أجل حماية المستضعفين في المعسكرات. ما هي الأهداف اللي واضعينها أنتم من خلف قيام هذا المؤتمر؟ أثيرت مسألة أيوة المؤتمر في الأصل له ثلاثة أهداف رئيسية. أولا تهدف المؤتمر إلى مجابهة الأوضاع الإنسانية القاسية التي تمر بها دارفور جراء حرب 15 أبريل وما قبله، وذلك من خلال استقطاب الدعم والمساعدات الإنسانية. ده نقطة واحدة. النقطة الثانية، حث الأطراف المعنية للقيام بواجباتها الدولية والإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في مناطق سيطرتها. نقطة رقم ثلاثة، تعكيس الحالة والأوضاع الإنسانية السيئة والكارثية في دارفور بشكلها الصحيح ليفهم المجتمع الدولي والإقليمي بأن الوضع على الأرض أرض الواقع ليس مجرد فجوة غذائية زي ما ذكرت لك، بل مجاعة تشكل خطر حقيقي تحدد حياة الملايين من الوجود. وعليه الثلاثة أهداف الرئيسية ده بنشترك عليه كلنا نحن كأطراف وطنية سودانية، ونعمل إنه نحقق الأهداف ده. أنت عارف إنه ينعقد كان مؤتمر بتاع القضايا الإنسانية للسودان، ومفروض المعونات الإنسانية تشمل السودان كله، ولكن دارفور لأنه منطقة مغلقة تحت خط النيران سواء كان الدعم السريع أو الجيش، وجبل مرة كمان معروف إنه مغلق منذ زمن طويل، لم يعني يهزى. وعليه يعني احنا فكرنا إنه لازم يكون في مؤتمر أو متخصص يسلط الضوء على الأوضاع وتقدم أوراق يعني تعمل تفحيص وتمحيص للوضع هناك، بحيث انه تلفت نظر المجتمع الدولي ليس مجرد فقط فجوه بل انما مجاعه، وده يكون كارثه على الوضع في الاقليم. هل الدكتور كمال، هل اتصلتم كلجنه معنيه بالتحضير لهذا المؤتمر بالمؤسسات الدوليه المعنيه، واقصد هنا منظمة الأمم المتحدة المتخصصة، أقصد أيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المنظمات الإقليمية المعنية بالجوانب الإنسانية، هل متوقع أنه يكون لها حضور في هذا المؤتمر؟ نعم، من خلال المتابعات اللي نحن بنطليه كل يوم والتاني، اتصلنا بمجموعة من المنظمات الدولية والأمم المتحدة، وبرضو متواصلين حاليا يعني في جدولنا مجموعة بتاعت أجسام دولية إنسانية، إحنا متواصلين معهم نرتب معهم. أبدو رغبتهم إنه المؤتمر ده مهم، وحضوره ونجاحه بيجي بهم
سواء كان المنظمات الإقليمية أو المنظمات الدولية. دكتور، هل حددت يعني سقف زمني محدد لقيام هذا المؤتمر، وهل المؤتمر هيكون على الوسائط أو من بعد المشاركة فيه من بعد، أم هيكون هناك حضور للمؤتمرين في مكان انعقاد المؤتمر اللي هو مصر القاهرة؟ في بداية الفكرة كان إنه المؤتمر تنعقد إسفيريا، واتطورت الفكرة لأنه في أوراق مفروض تتقدم، ولأهمية المؤتمر رأينا إنه يكون في حضور وبكون في سفير، يعني نعمل بالانس في نسبة يكون حاضرة ونسبة سيكون في السفير لحمية المؤتمر، ليكون المؤتمر ناجح ويكون المؤتمر حادث، لأنه الوقت يعني صعب ونحن محتاجين نسأل الناس دين في أقرب وقت ممكن، وعليه لضمان نتائج المؤتمر قلنا سينعقد المؤتمر سفيريا وكمان أيضا حضوريا. دكتور كمال عبد العزيز، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور ومسؤول الشؤون الإنسانية بحركة تحرير السودان، ونحن في ختام هذا اللقاء، واللي نتمنى أنه يتجدد اللقاء بكم كلجنة، يعني هل لديك أي رسائل تحب أن ترسلها فيما يخص الوضع الإنساني في دارفور الآن؟ شكرا جزيلا أستاذ الصادق ولكل مستمعي راديو دبنجا. الرسالة اللي أنا عاوز أرسلها أول رسالة للأطراف السودانية المتحاربة إنه الحرب حرب مدمر جدا، إلى جانب موضوع المجاعة في إقليم دارفور مسؤولية كل الأطراف، علينا جميعا أننا نتكاتف في هذه الظرف التاريخي لننقذ الأطفال والنساء والجوع الذين هم يعني ما في يدهم حاجة غير إنه منتظرين يتقدم لهم الأون من جهات إقليمية أو جهات دولية. علينا ألا نحدث إبادة جديدة في إقليم دارفور، علينا أن نتكاتف جميعا ونكون مرنين في تمرير المساعدات الإنسانية والدعم الإنساني للمستضعفين في إقليم دارفور وكذلك في كل السودان. دكتور كمال عبد العزيز، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، تحدثنا حول التحضير لمؤتمر القضايا الإنسانية المزمع انعقاده في القريب العاجل بالقاهرة بمبادرة من هيئة محامي دارفور. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذ الصديق.